هل يؤثر قرار محكمة العدل الدولية في مسار الحرب في غزة؟ أهلا بكم في نقطة حوار. قررت محكمة العدل الدولية في جلستها اليوم فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، على الرغم من أن المحكمة لم تدعو بصريح العبارة إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلا أنها طالبت إسرائيل بالتأكد من أن جيشها لا يرتكب جرائم حرب وباتخاذ إجراءات لمنع التأجيج على الكراهية وارتكاب الإبادة الجماعية. طلبتها بتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين وبضمان توفير المساعدات الإنسانية وبرفع تقرير بالتزامها بهذه الإجراءات في غضون شهر واحد. فكيف تنظرون لقرار محكمة العدل الدولية، وهل يؤثر برأيكم على مسار الحرب الدائرة في غزة؟ معكم إيمان القصير. شاركونا الرأي هاتفيا، الرقم هو 00442038752989 أو من خلال فيسبوك ومنصة إكس. نستهل حوارنا اليوم في نقطة حوار مع عينة من الآراء التي رصدناها لكم تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، ونبدأ بما كتبه الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله الذي يرى بأن القرار أضر بسمعة إسرائيل كثيرا، ويقول على منصة إكس: شكرا لعدالة المحكمة، شكرا لجنوب إفريقيا، بهذا الاتهام تصبح سمعة إسرائيل في الحضيض. أما الكاتب ووزير خارجية تونس سابقا رفيق عبد السلام فيرى أن القرار نصر كبير للفلسطينيين، ويضيف قائلا: هذا سلاح بيد الفلسطينيين وقوى التحرر بالعالم للوقوف في وجه دولة ضالعة في الإجرام والإبادة الجماعية ولتعبئة الرأي العام الدولي لوقف العدوان. طبعا سنواصل متابعة كل ما يصلنا من الآراء والتعليقات أونلاين، وسوف أستعرض بمزيد من التفاصيل البعض منها لاحقا كدأبنا في كل حلقة. الآن سريعا أرحب بالمنضمين والمشاركين معنا بالضيوف من خلال الزوم، وهم الأساتذة إسراء غنام، زينب شماس، مصطفى شومان، خليل صايغ. أهلا بكم جميعا ومرحبا. ولكن في البداية أرحب بضيفي من هنا من لندن، الدكتور من ميشيغان معنا الآن، الدكتور مازن المصري، أستاذ القانون. أهلا بك ومرحبا دكتور. أهلا دكتور. دعنا ننظر في ما صدر عن المحكمة اليوم من قرارات، كيف يمكن يعني أن ننظر فيها وفي التفاصيل من الجهة القانونية؟ وقد يعني تابعنا جميعا كل ما قيل وسرد، وكانت قائمة طويلة في واقع الحال، ولكن لكي نلخص ما تم التوافق عليه أو التوصل إليه، لو تعطينا فكرة عما تم التوافق عليه. فقط للتوضيح في البداية، أنا في لندن وأعلم في جامعة لندن. ما حصل اليوم كذلك. شكرا للتصحيح. القرار الذي صدر اليوم هو قرار في طلب جنوب أفريقيا لإصدار إجراءات أو تدابير مؤقتة لحد النظر في القضية نفسها، فهو طلب أولي فقط لإعطاء أوامر لإسرائيل لكي توقف الأعمال التي تعد أو تساهم في موضوع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة. طبعا جنوب أفريقيا طلبت حوالي 9 تدابير مؤقتة. إسرائيل في الجلسة التي حصلت في يوم 11 و12 يناير
طالبت برفض أي نوع من التدابير المؤقتة، وقالت أن المحكمة لا يوجد اختصاص للنظر في هذا الموضوع، ويجب محو هذه القضية من جدول أعمال المحكمة. الذي حصل هو اليوم هو أن المحكمة قررت بأغلبية كبيرة، أغلبية بعض التدابير 15 ل 2، وتدابير أخرى 16 قاضي مقابل قاضي واحد. وقد رأت المحكمة أنه يوجد لديها اختصاص، أنه يوجد نزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل حسب معاهدة منع ومعاقبة الإبادة الجماعية. وأيضا قررت المحكمة أنه يوجد الآن في هذه المرحلة احتمال معقول أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل هي منافية وتعد خرق لاتفاقية منع ومنع الإبادة الجماعية، ولكي لا يتم أو ولتفادي أي ضرر في المستقبل بعيدا عن الضرر الذي حصل في السابق، قررت المحكمة بإصدار عدة أوامر لتلزم إسرائيل بعدة تدابير مؤقتة لكي تحد النشاطات وتحد من احتمال أن تقوم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية. أهم هذه التدابير المؤقتة كانت هي عمليا إصدار أمر بإسرائيل بأن لا تقوم بالأفعال التي حسب تعريف الاتفاقية هي إبادة جماعية، مثل قتل الأشخاص أو اتخاذ إجراءات معينة التي من شأنها خلق وضع يؤدي إلى قتل الأشخاص أو الضرر بالأشخاص بالمجموعة المعينة بصورة جسدية أو معنوية. وأيضا وهو قرار مهم جدا، هو قرار الذي أمر إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء لقطاع غزة، وهو طبعا قرار مهم جدا لأننا نعرف أن عمليا يوجد 500,000 شخص في قطاع غزة الذين يعانون من المجاعة الآن، طيب دكتور ناهيك مازن عن فضلا خلينا نتوقف عند هذه النقطة تحديدا، وهناك نقطة تثير الاهتمام الكثيرين، وهو أن هذه القرارات الصادرة أو الإجراءات عن المحكمة لم تنص بشكل صريح على مسألة وقف الإطلاق النار، والكثير من الناس من المشاركات التي تصلنا توقف عند هذه النقطة ونريد أن نستمع لرأيك إليها، ولكن اسمح لي في البداية أرحب بالمشاركين معنا عبر الزوم مرة أخرى لأستمع من الأستاذة زينب شماس. أهلا بك ومرحبا معنا أستاذة زينب، كيف ترين هذا القرار ما صدر عن المحكمة من إجراءات يتوجب على إسرائيل الآن الالتزام بها، كيف ترينها؟ مساء الخير، وأنا كفلسطينية يعني أنا بحيي دولة جنوب أفريقيا على هذه الخطوة القانونية اللي جعلت إسرائيل أمام يعني أمام اتهام بجريمة الإبادة الجماعية، ولكن رغم هذا الانتصار للقضية الفلسطينية إلا أن هناك نوع من الانتصار القضائي لصالح إسرائيل، وهو عدم دعوة صريحة لوقف إطلاق النار. وكما قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أنه لا يمكن تنفيذ هذه القرارات اللي وضعتها محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، يعني لا يمكن إدخال المساعدات وفي قصف شغال على الفلسطينيين كما رأينا بالأمس. هناك مجموعة من الفلسطينيين تجمعوا للحصول على المساعدات والغذاء، وتم إطلاق النار عليهم وقصفهم، تحول معظمهم إلى أشلاء. فماذا أريد بالمساعدات إذا كان يتم قصفي وإطلاق النار علي وتحويلي إلى أشلاء؟ إذا هذه نقطة من الانتقادات التي وجهت يعني وجهها القانونيين لمحكمة العدل الدولية بخصوص الإجراءات. طيب خلينا نستمع لرد قانوني وأعود إليك يا أستاذة زينب إذا سمحتي. دكتور مازن المصري، الآن هذه النقطة تحديدا، هل ينتقص من ما تم الإعلان عنه مسألة عدم النص بشكل صريح على وقف الإطلاق النار؟ لأنه كما تقول الأستاذة زينب هنا وآخرون أيضا يقولون بأنه كيف سيمكن تنفيذ كل ما تم رصده أو إقراره في هذا القرار من الإجراءات الاحترازية دون وقف الإطلاق النار، كيف؟
يعني أتفق مع الأستاذة زينب أن عدم إصدار قرار يقضي بوقف إطلاق النار سوف يصعب إلى حد كبير تنفيذ القرارات الأخرى، أهمها إدخال المواد الغذائية والمعونة وتوزيعها أيضا على كافة أنواع أنحاء قطاع غزة. لكن وقف يعني يجب أن يعني كان كلنا أردنا أن يتم إصدار وقف قرار بوقف إطلاق النار، لأن هذا طبعا زي ما ذكرت الأستاذة سوف يؤثر على تنفيذ القرارات الأخرى. لكن لا يمكن أن نرى أن هذا تعد خسارة كبيرة بالنسبة لجنوب أفريقيا أو بالنسبة لما يحصل في قطاع غزة، بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، لأنه حتى إصدار التدابير والقول بأنه يوجد احتمال كبير أن ما يحدث في غزة الآن هو نوع من أنواع الإبادة الجماعية هو أمر ليس بالسهل، ليس شيء الذي يجب أن نقلل من شأنه، هو شيء كبير، شأن كبير الذي سوف يساعد على المستوى السياسي وأيضا المستوى القانوني. فهذا يعطي بالإضافة إلى القرارات التي تم إعطاؤها والتي سوف يجب أن تنفذ، ويجب على إسرائيل أن تقدم تقرير خلال شهر من الآن عن تنفيذ هذه القرارات. لكن هل إسرائيل ملزمة بالتنفيذ هنا؟ هل إسرائيل ملزمة بالتنفيذ؟ إسرائيل ملزمة وقرارات المحكمة الدولية ملزمة على جميع الدول، وإن لم تلتزم ولم تنصاع إسرائيل لهذه القرارات يمكن إحالة الموضوع لمجلس الأمن الدولي. طبعا هناك مشكلة سياسية في مجلس الأمن الدولي لأن يوجد دولة حليفة لإسرائيل لديها حق النقد، لكن بعيدا عن ذلك ممكن وأن يتم استعمال هذه القرارات على المستوى الدولي، على مستوى القانون الدولي، على مستوى القانون المحلي، وعلى مستوى السياسي في الدول العضوة أو الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعمل قضايا مثلا محلية للضغط على الحكومات لمنع التعاون مع الجهود الحربية الإسرائيلية، مثلا بيع الأسلحة أو السماح بالطائرات التي تحمل الأسلحة بالهبوط في مطاراتها. وأيضا ممكن استعمال هذا القرار لعمل سياسي على مستوى الحكومات ومستوى البرلمانات، مثلا تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أو إصدار عقوبات معينة ضد إسرائيل. فهذا يعني طبعا عدم وجود قرار واضح بوقف إطلاق النار مخيب للأمال، لكن يوجد الكثير الذي يمكن استعماله والاستفادة منه في هذا القرار. طيب، اللافت أيضا هو مسألة التصويت بإجماع القضاة الذين يشكلون هذه المحكمة، ما مدلول هذا الإجماع برأيك؟ ولم يكن إجماعا كاملا، كان بأغلبية، يعني هي أغلبية كبيرة للغاية. نعم، وهو برأيي أحد العناصر المفاجئة في هذا القرار، إذ كانت التوقعات أن تكون مثلا 11 أو 12 إلى 5، لكن جاء التصويت في على ثلاث من هذه الأمور أو ستة من هذه، أربعة من ستة، كانت بأغلبية 5-2، و أمرين من الأوامر التي تم إصدارها كانت بأغلبية 16-1. فهذه أغلبية عالية، وهي عمليا تدل على أنه احتمالات التأثير السياسي أو على الأقل في موضوع القضية برمتها وليس فقط على موضوع وقف إطلاق النار، أن التأثير السياسي من الدول التي رشحت القضاة ليس بالعالٍ، وأن المحكمة التزمت بالقرارات السابقة التي تم إصدارها والقوانين والسوابق التي تم إصدارها في السابق. وهو أيضا يعطي الانطباع أن الموضوع ليس موضوع فيه خلاف، أن المحكمة تقريبا بكامل هيئتها
كانت تقف من وراء هذا القرار ومن وراء هذه المعطيات التي تم سردها في هذا القرار. ونحن نتحدث هنا عن قرار طويل أكثر من 86 صفحة، صحيح. فهذا يعطي أيضا دفعة قوية تمنع التشكيك في دوافع القضاة وأيضا التوجهات السياسية للقضاة. شكرا لك جزيل الشكر دكتور مازن المصري، أستاذ القانون الدولي في جامعة سيتي لندن، كان معنا هنا من العاصمة البريطانية، نشكره جزيل الشكر. ونتحول إلى المشاكلين معنا عبر خدمة الزوم. أتحدث الآن إلى الأستاذة إسراء غنام من رام الله، أهلا بك ومرحبا. كيف ترين الخطوة، وهل تتفقين مع ما طرحته الأستاذة زينب قبل قليل، من يعني هناك بعض من خيبة الأمل في مسألة عدم النص صراحة أو الحديث صراحة عن وقف إطلاق النار؟ يعطيك العافية يا عزيزتي. أهلا. أكيد بوافق الأستاذة زينب، لأنه كان أصلا بعد هذه الجلسة من الجانب الفلسطيني يعني كان الوضع أدنى من السقف المتوقع على مستوى الجمهور الفلسطيني أو المتعاطف مع الجمهور الفلسطيني، لكن أكيد هناك أهمية لهذا الشيء الذي حدث خلال مسيرة خطوة جنوب أفريقيا في مع محكمة العدل الدولية. يعني إسرائيل جلبت أمام المحكمة، هذا شيء رائع، وهي تكون في محض دفاع عن نفسها جراء جرائمها عالميا. كمان هذه خطوة غير مستهان بها، يعني بغض النظر إنه إسرائيل لا تفهم أي لغة قانونية، هذا مفهوم جدا أو إنسانية، لا، لكن هذا يعني الخطوات إيجابية من خلال يعني جنوب أفريقيا بترفع عنا، يعني ماشي ما كان في هناك إقرار بوقف إطلاق النار، لكن يعتبر اعتراف جيد بخطورة الوضع لفرض التدابير المؤقتة. وكان لافت كمان أيضا عدد المصوتين الكبير الذي يرقى إلى مستوى الأغلبية الساحقة، وهذا نادرا ما يحدث على مستوى المحكمة، وفي موضوع حساس جدا ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يعني أعتقد هناك تطور من ناحية أنه المحكمة فعليا كانت طريقة قانونية ليست بطريقة سياسية، بغض النظر أنه ما تم الإقرار بوقف إطلاق النار الفوري مثل ما حدث مع روسيا وأوكرانيا مثلا. هذا هو رأيي. أشكرك جزيل الشكر. خلينا نرحب الآن عبر خدمة الإنترنت من ولاية ميشيغان الأمريكية بالسيد خالد ترعاني، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. سيد خالد، أهلا بك ومرحبا معنا في نقطة حوار اليوم. كيف ترى قرار المحكمة اليوم، وهل تراه جاء صريحا بما فيه الكفاية لحماية الفلسطينيين؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك، وتحية لأهلنا في فلسطين الصامدين تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي. نحن كنا نتوقع ونتأمل أن يكون قرار المحكمة عبارة عن بطاقة حمراء في وجه الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ولكن بكل أسف جاءت على شكل بطاقة صفراء فاقع لونها. ولكن حتى البطاقة الصفراء الفاقع لونها هو أفضل من لا شيء. أنا باعتقادي أن القرار إيجابي جدا، أرى فيه الكثير الكثير من الإيجابيات. هناك بعض السلبيات التي كنا نتمنى، حتى ضمن القرار كنا نتمنى أن يكون هناك بعض الإجراءات الأكثر استعجالا. على سبيل المثال، جنوب أفريقيا طالبت أن يكون البت خلال 7 أيام، بمعنى أن تعطى دولة الاحتلال الإسرائيلي 7 أيام لأن تأتي بتقرير عن التقدم في وقف العمليات القتل الجماعي، ولكن المحكمة أعطتها 30 يوم، وهذا كثير برأيي، خصوصا في ظل عمليات القتل هل التي تمارس. تتوقعون أن إسرائيل ستستجيب بشكل إيجابي وفعال مع ما تم إصداره اليوم؟ نعم، يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تعطينا مجال لأن نفكر أو نتوقع شيء. هي قالت أنها لن تتجاوب مع أي قرار بوقف إطلاق النار، ولكن لم يكن هناك قرار بوقف إطلاق النار، بمعنى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قررت أنها لن تستجيب لدعوات محكمة العدل الدولية. التصريحات التي جاءت من دولة الاحتلال الإسرائيلي تقول أن
أنهم يعتبروا أن القرار خاطئ، وأن يعني كلها اتهامات وسباب وشتيمة على جنوب إفريقيا وعلى القضاة وعلى كل الدنيا التي تريد أن تنتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكله تحت أنها معادية للسامية، وهذا ليس حقيقي، لأن قضاة من خمس قضاة من أوروبا، من الصين، من الهند، من أفريقيا، من كل مكان في العالم، وكانت القرارات تقريبا بشبه إجماع، يعني 15 من 17 قاضي يقرروا بكل القرارات، يعني كل القرارات كانت إلى صالح تقريبا ما بالإجماع. طلبت تقريبا بالإجماع. نعم طب سيدي الفاضل خليني نستمع لآراء وأعود إليك الآن، لأني أريد أن أستمع من الأستاذ مصطفى شومان، هو في الولايات المتحدة يتابع كل هذه المجريات. أستاذ مصطفى، رأيك إيه في ما اتخذ من قرار اليوم؟ ما وجه الإيجابية فيه، يعني إذا كنا ننظر بإمعان؟ يعني المايك مغلق. شكرا. تفضل. شكرا. أنا أريد أن أشكر العالم الذي أثبت أن كل مؤسسات الشرعية الدولية هي مؤسسات صهيونية. جاءت ما هذا التراخات وما هذا الكذب على دم الشعب الفلسطيني؟ أنت تعطي المجرم حق إعداد تقرير عن إجرامه؟ أنت محكمة العدل الدولية تعطي المجرم حق تشكيل لجنة لتقنين قتل أهل غزة؟ هذا العالم ستي عالم منافق، عالم صهيوني بامتياز. وكل من يتحدث على الإعلام وغير الإعلام عن هذا الكيان الصهيوني أنه دولة فهو صهيوني. الأساس التي قامت عليه هذه العصابة الإرهابية. نتفهم طبعا الحماسة في الكلام وأن هذا رأيك تماما، ولكن خلينا ننظر بشكل ما هي الإيجابية وما هي السلبية فيما تم الإعلان عنه. لا يوجد هناك أي إيجابية إلا أنه أثبت للشعب الفلسطيني أن ليس هناك طريق للتحرير إلا المقاومة. وهذا الكذب وهذه التراهات وهذا المجتمع الدولي الكاذب الذي حكم لمن ميانمار وبورما أنه يجب إيقاف التزويد المباشر بالسلاح والبترول، لم تتجرأ محكمة العدل الدولية أن تنطق بكلمة فورا وتحيل إلى المجرم إعداد التقارير. هذه ستي إبادة جماعية بإشراف ورعاية دولية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. أثبت سابق أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن مجلس الأمن صهيوني، واليوم أثبت محكمة العدل الدولية أنها تتماهى مع المشروع الصهيوني، والدليل على ذلك أنه من نطق القرار هي القاضية الأمريكية. لا نلقي الأوصاف يعني نصبغ أي هيئة أو جهة بصبغة معينة، فقط لنكون موضوعيين في الحوار إلى بعض الشيء. نحن نأبه أيوة. لأن نلقي الاتهامات بس لا نأبه لمئة ألف ضحية داخل قطاع غزة. الناس تأكل روث الحيوانات ولحم الحمير وأعناق. نأبه كثيرا. نعم. لما يجري والأوضاع الإنسانية المتردية. أستاذ مصطفى فقط دعني فضلا أستمع الأستاذ خليل صايغ أيضا من الولايات المتحدة، ما رأيك؟ طبعا على المستوى القانوني أنا لست خبيرا قانونيا، فليس باستطاعتي التعليق على هذا، ولكن المشكلة الأساسية بقضية القانون الدولي كما تفضل الأخ مصطفى بأنه ليس لها أنياب. بمعنى آخر، القانون الدولي والمحاكم الدولية وإلى آخره لا تستطيع تنفيذ القرارات، ولكن على المستوى السياسي وعلى مستوى الرأي العام أعتقد بأنه هذا فشل ذريع لإسرائيل. يعني إسرائيل أطلت علينا من اليوم الأول منذ أن قامت جنوب أفريقيا بتقديم هذه القضية، وقالت وأيضا الولايات المتحدة قالت بأنه هذه حجج لا أدلة عليها، وهذا محض كذب، وهذه معدات سبية وإلى آخره. والآن المحكمة الدولية بمعنى إلى درجة ما أنصفت الفلسطينيين، بمعنى آخر بأنها أقرت بالكذب الإسرائيلي. عندما تقول المحكمة الدولية بأن على إسرائيل إيقاف الجرائم التي قد تصل إلى إبادة جماعية، هناك نوعا ما اعتراف بالإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وهذا الأمر يقلق الإسرائيليين وسيكون له أعتقد ردة فعل في المجتمع الدولي على مستوى الشعوب. ولكن عندما نتحدث على مستوى الحكومات أعتقد بأنه سنواجه العديد من التحديات، بالذات هنا في أمريكا عندما نتحدث عن الرئيس الأمريكي الذي يرى نفسه صهيونيا ويرى نفسه بأنه سيدعم إسرائيل إلى أبعد الحدود. أعتقد طيب. بأنه لا تفضل أكمل هذه النقطة قبل أن ننتقل سريع. أعتقد بأنه الامتحان الرئيسي سيكون عندما
نعرف الآن بأن الجزائر ستتقدم بطلب لمجلس الأمن، سيكون الامتحان إذا كانت الولايات المتحدة ستأخذ قرار فيتو لصالح إسرائيل أو شكرا لا تأخذ. شكرا هذا لك خليل. أعود لضيفنا من الولايات المتحدة مرة أخرى سيد خالد. هنا هو المشكل كما تفضلت وتفضل كثيرون، مسألة أنه سيتوجب الانتظار لشهر كامل قبل أن يتم ربما معرفة استجابة إسرائيل لهذا الأمر أم لا، ولكن هل سيؤثر القرار في موقف حلفاء إسرائيل الغربيين كما ذكر خليل هنا على رأسهم الولايات المتحدة مثلا؟ هل يتم الاستشعار أو يستشعروا بأن هناك حالة من التحرج الآن أو الإحراج أمام المجتمع الدولي؟ نعم، بدون أدنى شك أن الإدانة، إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال قرار المحكمة، هو إدانة أيضا لحلفائها. يعني دعيني أقول لك أن لنعرف كم الأسلحة والذخائر التي أرسلتها إدارة جو بايدن إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الجسر الجوي، فقط الجسر الجوي، نفث في الفضاء 133 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. فتخيل كمية الذخائر التي حملتها هذه الطائرات التي نفثت 133 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في الجو. بمعنى أن هؤلاء شركاء، ليسوا شركاء وجدانيين للاحتلال في عملية الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وإنما هم أيضا شركاء حقيقيون بالذخائر وبالمال وحتى بالدبلوماسية، وأيضا بحماية الاحتلال الإسرائيلي من تبعات الإجرام الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني. وأنا برأيي أن هذه سوف تسهل عمليا الكثير من الإجراءات. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة 80% من الشعب الأمريكي يعيش في ولايات فيها قوانين ضد المقاطعة، مقاطعة إسرائيل. تخيلي 80% من الشعب الأمريكي يعيش في ولايات فيها قوانين ضد مقاطعة إسرائيل. أنا برأيي أن مقاطعة إسرائيل الآن سوف تصبح أكثر سهولة وتصبح أكثر شعبية، لأن الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية. برأيي أن أوروبا سوف يكون موقفها أضعف بتأييد دولة الاحتلال الإسرائيلي وقرار الاتحاد الأوروبي بأن الكل ملزم بقرارات محكمة العدل الدولية. أنا برأيي هذا سوف يعطي الكثير من الزخم للمطالب والمطالبات الأممية والأوروبية وحتى الغربية. أما الحكومات، على مستوى الحكومات، فأنا باعتقادي أن ديفيد كامرون على سبيل المثال يجب عليه أن يشطب الصورة التي وضعها وهو يدفع بالذخائر لدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية. برأيي أن جو بايدن في عالم مثالي يجب أن يكون في محكمة الجنايات الدولية في نفس القفص مع بنيامين نتنياهو، يحاكمون على جرائم الحرب. ولكن نحن لا نعيش في عالم مثالي وندرك هذا، ولكن نقول أنهم يجب أن يخلقوا. على سبيل المثال، أنا أعتقد أن الرئيس جو بايدن سوف يختم 50 سنة من الإرث السياسي، سوف يختتم بعار الإبادة الجماعية في غزة. وأنا برأيي أن التاريخ سوف يحكم على جو بايدن من خلال موقفه المؤيد والداعم لعملية الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة في هذا اليوم. طيب خلينا نستمع لبعض الآراء، وأعود إليك بسؤال أخير، لأنه زينب وإسراء نفس السؤال لكل منكما. أبدأ بأستاذة زينب فيما يتعلق الآن بكيفية استخدام أو استغلال هذه الخطوة من الجانب الفلسطيني للبناء عليها مستقبلاً. هلا القضية اليوم أو القرار اللي صدر من محكمة العدل الدولية هو عزز الموقف الفلسطيني دولياً وأضر بسمعة إسرائيل أمام العالم، وأصبح وصمة عار، يعني جريمة الإبادة الجماعية وصمة عار في مسيرة إسرائيل كدولة، كون محكمة العدل الدولية هي ترفع قضايا ضد الدول وليس الأفراد. ولكن يمكن استغلال الموضوع فلسطينيا بأيضا تعزيز الموقف الفلسطيني ودعم السردية الفلسطينية وكل ما يعزز من القضية الفلسطينية، وخصوصا أنه
طيب الأدلة اللي تقدمت اليوم كانت واضحة ولا لبس فيها بخصوص ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على المساعدة. أستاذة إسراء، لا الميكروفون مش مغلق. هيك تمام. تفضلي. نعم، أعتقد يجب على الجانب الفلسطيني استغلال هذه الخطوة جيدا، وأيضا الوزارة الخارجية الفلسطينية يجب أن تعزز العمل الدبلوماسي الفلسطيني الإقليمي والدولي والعالمي، وتستغل هذه الخطوة جيدا لصالح الفلسطينيين وتبني عليها، لأنها خطوة لا يستهان بها، وخطوة كانت بغض النظر كان هناك قرار أو لا، هي خطوة جامدة وتضيف لرصيد الفلسطينيين في تدعيم وتطوير العمل الدبلوماسي الفلسطيني في العالم، لأنه أيضا هناك محافل يعني وشعوب، كمان عندنا دبلوماسية شعبية أيضا يجب أنه كمان إحنا نكمل عليها فلسطينيا. لم تكن القضية الفلسطينية متاحة أو على ظهر السطح لديهم، الآن القضية الفلسطينية فعلت للأسف، هي كانت دفعنا الثمن باهظا دماء شعبنا الغزي الفلسطيني، لكن أعتقد أنه إذا تم العمل دبلوماسيا بطريقة تصاعدية فهذا سيكون كفة راجحة للفلسطينيين. إلى ضيفي السيد خالد من الولايات المتحدة. في بعض ردود الفعل الواردة، جنوب أفريقيا كانت الطرف الأول الذي علق يا سيد خالد، رحبت بهذا الحكم وقالت إنه انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، وإن كان لم يأتي على ذكر مسألة وقف إطلاق النار بشكل واضح وسريع كما كان يطلب. أيضا من الجانب المصري بيان صدر يأتي في ذات السياق، ألفت أيضا وترحيب فلسطيني من ممثل فلسطين خارج قاعة المحكمة في لاهاي أيضا بهذه الصورة. الآن ذات السؤال هو مسألة كيف يمكن البناء على هذه الخطوة مستقبلا برأيك؟ نعم، كما أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد رحبت بقرار المحكمة وبرأيي أنها هي الطرف الفاعل والطرف الآخر في الحقيقة في هذا الصراع بشكل عملي. أنا برأيي أن القضية الآن بعد قرار المحكمة هناك عدد من الإجراءات، ولكن لا يوجد للمحكمة العدل الدولية، ليس لها أي ذراع تنفيذي لأن تنفذ هذه القرارات. ولكن الشيء الذي يجب أن نلاحظه أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على أن تقف أمام جنوب أفريقيا وترد على هذه الدعوة، بمعنى وهي موقع على البروتوكول منع الإبادة الجماعية، بمعنى أنها هي موقعة وشريك، وافقت على أن تكون في المحكمة، بمعنى أن هذا يلزمها وهي لم ترفض أن تكون في هذه المحكمة، بمعنى أعطت هذه المحكمة مصداقية وأعطتها أن هذه المحكمة لها اختصاص في الأمر. هذا من جهة. من جهة أخرى، الآن هناك قرارات أو إجراءات التنفيذ، ليس هناك أي ذراع تنفيذي للمحكمة، ولكن أنا برأيي أن إسرائيل في طريقها لأن تصبح حتى مع بالنسبة لحلفائها دولة مارقة وخارجة عن القانون. نحن كنا نعلم أنها مارقة وخارجة عن القانون من خلال إجراءات الفصل العنصري ومن خلال مخالفات القانون الدولي وانتهاك حقوق الفلسطينيين، ليس في غزة فقط وإنما في الضفة وفي القدس وحتى في المناطق المحتلة عام 1948. ولكن الآن المحكمة الدولية التي إسرائيل هي موقع على بروتوكولاتها وهي عضو فيها أدانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبرأيي أن هذا سوف هو نقلة نوعية. أنا برأيي هذه كوانتم ليب في قضية التعامل مع الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي كل المناطق، أشكرك وطبيعة طبيعة الإجراءات
الفصل العنصري التي تمارسها. وصلت الفكرة تماما، أشكرك جزيل الشكر. من ولاية ميشيغان الأمريكية السيد خالد الترعاني، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. الآن نتوقف مع بعض المشاركات التي تصلنا أونلاين على موقع التواصل الاجتماعي. الكاتب الفلسطيني أدهم أبو سلمية يرى القرار بمثابة انتصار جديد وكبير للحق. هذه هي مشاركة أدهم أبو سلمية، يراه انتصارا جديدا وكبير للحق الفلسطيني في محكمة العدل الدولية، وفي المقابل ترى سنة عكس هذا. تقول في هذه المداخلة: ما فيش قرار بوقف إطلاق النار، ما فيش قرار بإلزام إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية، ما فيش دم، ما فيش ضمير. المحكمة العدل قال في صورة تهكمية طبعا. الناشطة الأردنية هالة عاهد ترى أن القرار ليس في صالح الفلسطينيين بشكل كامل، تقول عنه: المحكمة رفعت الحرج على أمريكا فلم تطلب صراحة وقف إطلاق النار أو العمليات العسكرية، وهو الأمر الذي كان عليها اتخاذه كما فعلت سابقا. أما الناشط السياسي ممدوح حمزة فيرى أن المحكمة أخطأت في قرارها، يتمنى أن تنسحب كل الدول الحرة ذات السيادة من هذه المحكمة ثم يتفقوا على أخذ حقهم بالقوة أي بأيديهم. أخيرا تامر مازن يرى أن قرار المحكمة كان صائبا ويضيف: القرار هو انتصار لدماء هذا الشعب المعطاء ومعاناة أهله وآلامه ورفعة للأشقاء في جنوب إفريقيا وجهود العدالة الحقيقية. شكرا لكل من أرسل لنا الرأي والتعليق أونلاين، وندعوكم للإرسال أو مواصلة إرسال المزيد من المشاركات. نحن نرحب دائما بتعليقاتكم. الآن أرحب عبر الهاتف من الأستاذ محمد الزرقا، وهو ناشط يمني متابع للأحداث. هو يوجد الآن في لاهاي حيث كانت جلسة محكمة العدل الدولية اليوم. أرحب بك أستاذ محمد، أهلا بك. يا أهلين، يا أهلين فيك وفي كل المستمعين الكرام والمشاهدين الكرام. طيب، بما أنك في موقع الحدث، لو يعني تحدثنا كيف كانت الصورة بينما تجري هذه الإجراءات في الجلسة والكل يتابع باهتمام ما جاء فيها، ولكن كيف كانت الصورة في الخارج؟ نعم، حقيقة كانت مشاعر مختلطة ما بين السعادة وما بين الحزن، لكن غلبها الحزن أكثر من السعادة. رأيت الكثير من الدموع، الكثير من الإحباط في وجوه المتواجدين، بالرغم من أننا ليسوا سياسيين وإنما ناشطين في حقوق الإنسان والحقوق الأخلاقية للإنسان. لذلك لا أرى أن الأمر جديد، توقعنا هذا الشيء أن يحصل، وهو أن يتم إدانة إسرائيل على حرج ليس بالصريح. رأينا أن المحكمة تأمر إسرائيل ببعض التدابير المؤقتة الاحترازية، وهذا للأمانة شيء لم نكن ننتظره أو لم نكن نتأمل الحصول عليه. كنا نتأمل بأن نسمع أن إسرائيل يجب عليها أن تقوم بوقف إطلاق دائم في قطاع غزة وإدخال المساعدات والأدوية لأهلنا في غزة. نعم. وهذا الشيء حصل، لكن مع لم يكن هناك قرار واضح في وقت إطلاق النار. هذا هو الشيء الذي أحبطنا جميعا. وهل كان الوجود لافت في الخارج مثلما كان في الجلسات الأولى والثانية، جلسات الاستماع؟ نعم، كان الوجود لافت من كل أنحاء العالم، خصوصا الدول الأوروبية. هناك أناس أتوا من إيرلندا، من بريطانيا، من ألمانيا، من فرنسا، غير المتواجدين في هولندا والدول المدن الهولندية. تجمع الناس من كل المدن ومن كل الدول الأوروبية. أشكرك جزيل الشكر. من لاهاي الناشط اليمني محمد الزرقا الذي تابع مجريات الأمور، أعطانا فكرة عن ما جرى خارج المحكمة ورصد لنا ردود الفعل. الآن أرحب عبر خدمة الإنترنت من عسقلان بالسيد كوبي لافي، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. كوبي لافي، أهلا بك ومرحبا معنا. ما الذي يعني هذا القرار بالنسبة لإسرائيل؟ مرحبتين، مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء.
بالنسبة لإسرائيل طبعا اتضح أن هناك مطلب من محكمة العدل العليا لإفراج عن مخطوفينا، وارتكاب الجرائم تمت من قبل المنظمة الإرهابية تقاد من أيدي إيران، النظام الإيراني. طبعا الإدخال المساعدات في إسرائيل عم تعمل ذلك بشكل يومي، والتحفظ على حياة الناس ضمن الحرب مع الأسف الشديد هناك. طيب معلش كوبي لافي، خليني فقط، أنت تحدثت عن المطلب فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، وهذا بالفعل جاء في النص ما تم الحديث عنه، ولكن دعني أسرد لك ما تم مطالبة إسرائيل القيام به: اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، اتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، تجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة، التأكد من أن الجيش لا يرتكب الانتهاكات المذكورة، ورفع تقرير للمحكمة في غضون شهر. هل تلتزم إسرائيل؟ طبعا إسرائيل تلتزم، وليس لنا أي، من البداية قالت إسرائيل أن ليس لها أي نية بإبادة الشعب الفلسطيني، بالعكس اللي يؤبد الشعب الفلسطيني هو العملاء في قطاع غزة، الحمسويين والجهاد الإسلامي، هذول المنظمات. هم قالوا على أي حال، حماس قالت بأنها ستلتزم بكل ما يصدر عن المحكمة من قرارات. هل في خلال هذا الشهر ستتمكن إسرائيل من تحقيق تقدم ما في هذه المطالب، وبالتالي ترفع تقريرها للمحكمة؟ أولا أيوة، وثانيا إذا حماس سوف تعمل كل ما بوسعها كما قالت أو كما قلت وتنفذ قرارات المحكمة، فعليها أن تحرر فورا المخطوفين. بس أنا أستبعد ذلك، لأن هناك منظمة تخريبية لا يعنيها فعلا حقوق الإنسان، بل يعنيها كان وقف إطلاق النار ووقف الحرب عن طريق لجان ومحاكم دولية. ولكن يجب علينا أن نتساءل كمان ماذا كان الدوافع التي أدت جنوب إفريقيا لتقديم هذه الطلب. لا يعني خلينا فيما يتعلق بالدوافع، لأن الأمور واضح أن المحكمة رأت في أنه في وجهة نظر في النظر في هذه القضية، حتى رفضت ما طلبته إسرائيل من أنها ليست ذات اختصاص، يعني هذا أمر حسم بالفعل. خلينا فقط نستمع لبعض الآراء. ما زال معي مصطفى وخليل على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة. مصطفى، كيف ترى ما يقال بأن يعني يقول السيد كوبي بأن إسرائيل ملتزمة بكل هذه الأفعال؟ لا صديقتي، هو أبدا واضح للعالم كله أن هذه العصابة المارقة التي جاءت إلينا من أصقاع أوروبا هي عصابة إرهابية تعتاش على الدم، هذا واضح. والمحكمة الدولية أطلقت حكم بالإعدام على 30,000 شخص داخل قطاع غزة بلغة الأرقام، خلال 107 أيام عندنا أكثر من 100,000 ضحية بين شهيد ومفقود ومصاب. وبالتالي ستي، هذه العصابة لا تفهم إلا لغة الدم، وهذه رسالة واضحة ل 2 مليار مسلم وعربي أن يتجاوزوا خنوع حكامهم، وأن تحرير فلسطين وإثبات وجودهم أعطونا الذريعة اليوم. هذا الكيان المارق قام على أساس طيب. طيب خلينا فقط نتحدث في مصطفى، معلش خلينا نتحدث في لب هذا القرار وما يمكن البناء عليه. هل يمكن تعلق في هذا الأمر؟ سأبدأ أنا. طيب نعم، هذا القرار الذي صدر أمام 8 مليار بشر على وجه الكرة الأرضية أن هناك إبادة جماعية في قطاع غزة، وهذا يعطينا الذريعة أنه من حقنا أن نحرر فلسطين وتقوم الدولة الفلسطينية بكافة أركانها، وأن نطرد هذا العدو الغاشم ونعود فيه إلى أوروبا من حيث جاء. خلاص، ويتم النظر في فيما تقدمت به جنوب إفريقيا فيما يتعلق بمسألة حدوث إبادة جماعية من عدم، هذا الأمر سيستغرق فترة إلى حين البت فيه. يا خليل، أليس كذلك؟ ولكن ما رأيك الآن فيما يمكن أن يعني هل يطرأ تغيير على سياسات إسرائيل الآن فيما يتعلق بالتعامل مع القطاع؟ أعتقد أنه هذا قرار مبدئي الذي أخذ اليوم، وبالتالي ستحتاج المحكمة إلى أكثر وقت بالتأكيد، ولكن هناك مبدئي بأنه الإبادة تحصل عندما تتحدث المحكمة عن قرار تلزم به إسرائيل عن الوقف
جرائم الإبادة، فبالتالي هناك اعتراف مبدئي بهذه الجرائم. تحدث ضيفي كان أنه لا يوجد أدلة على أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية. نحن لدينا أكثر من 500 خطاب لجنود وقادة في الجيش الإسرائيلي، وأيضا للرئيس الإسرائيلي ولرئيس الوزراء يدعو بها إلى الإبادة الجماعية، وهناك أدلة على أرض الواقع. وهذا ما استمعنا إليه اليوم. تم حتى سرد بعض الكوتيشنز أو المقاطع من ما تم الحديث عنه من قبل مسؤولين في الدولة على رأسهم حتى رئيس الدولة كوبي فيما يتعلق بأمر بإبادة كل من هم في غزة وتصريحات من هذا القبيل. هذا غلط. أولا يجب عليكم على من يقول هذا الادعاء، يجب علي أن يفهم ماذا يقوله. وعندما يقول رئيس الوزراء أو رئيس الدولة أن سوف نقطع رؤوسهم، المعنى كانت أن نقطع رؤوس كل المخربين الذين يهددون بقتل الإسرائيليين وباستمرار ويريدون إبادة دولة بني إسرائيل، وهذا بحقنا الذي بس يقوم. يا كوبي تقول هذا غلط، إيه الغلط؟ يعني إن القاضية الرئيسية في المحكمة بالتفصيل سردت وتحدثت عن هذه التصريحات بالنص، يعني من سواء تم يعني التعريف بها او القائها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على منصه تي اكس او الحديث من الوزراء المختلفين. بقول انا كمواطن اسرائيلي عندما اسمع زعماء الدوله تقول ان يجب علينا ان نقطع راس الحيه، ليس هناك اراده لقطع رؤوس كل الفلسطينيين الموجودين في العالم، وليس هناك واسمعوا، نحن لا نريد الحرب مع العرب، إلا معاهدات سلام مع العرب وكمان مع الفلسطينيين. يجب عليكم أن تعلمون تماما حزب الله وحماس والحوثيين هذول ذراع للنظام الإيراني، يعلنون رسميا أن يريدون إبادة دولة إسرائيل، ليس لهم أي خاطر بأي وصول لحل سلمي معنا. ماذا تريدون أن نفعل عندما يهاجموننا طيب يوماً ونهاراً؟ أنت فقط بس تتجاهل من المعادلة الآلاف المؤلفة ممن قتلوا، وقيل باعتراف وكالة الأمم المتحدة أن معظمهم من النساء والأطفال. أي نعم قتل مسلحين من حماس أو قتل مسلحون من حماس، ولكن أيضاً أو من الفصائل الفلسطينية، ولكن قتل آلاف من المدنيين، وهذا هو لب ما تنظر فيه المحكمة العدل الدولية الآن. في ضوء الحكم لماذا؟ القضائي الذي هل تعتقد يكوبي هل تعتقد بأن هناك ضغوط أخرى ستمارس الآن على إسرائيل، هل ستضر بسمعتها أو بصورتها عالميا بشكل أكبر؟ يعني الرأي العام العالمي تغير كثيرا منذ بدء هذه الحرب تجاه إسرائيل، هل يدفعها هذا إلى المضي قدما في إبرام صفقة مثلا لوقف القتال ولإطلاق سراح الرهائن؟ أولا إطلاق سراح الرهائن بالضمن للصفقة أو الصفقات من المحتمل أن يسير مثل ذلك، لأنه صار في الماضي طبقا للمصالح النظام الإيراني وليس هناك مصالح أخرى. ولكن أريد أن أقول بصراحة، إذا كانت إسرائيل فعلا معنية بتصفية الشعب الفلسطيني لكان هذا سهل عليها جدا، ولكن لن تعمل ذلك. يعني مع الأسف الشديد في الحرب هناك ضحايا، عندما منظمة إرهابية تستخدم المواطنين كذراع بشري مع الأسف الشديد هناك كمان ضحايا من الشعب من الفلسطينيين الأبرياء، ولكن ليس هناك ولا معطيات واحدة طلعت في الأخبار وقالت نحن عناصرنا التي قد قتلوا من ضمن الحرب هي 1 2 3. الكل يعتبرون مدنيين، كأنما أنا قلت لك أن كل الجنود الإسرائيليين التي قد استشهدوا في المعركة كلهم مواطنين إسرائيليين. وهل تعتقد أن إسرائيل لا تعتم على بعض الأرقام؟ لأنه يعني حتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تشكك في أن ما يعلن عن أرقام في ضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي لا يتم الإفصاح عنها بشكل واضح. ليس هناك أي إمكانية أو احتمال، لأن إذا قد قتل حدا من جنودنا يريدون الجميع المشاركة في الجنازة وإعفاء الكرامة والتأييد للعائلة. يعني ليس هناك إمكانية أو احتمال يموت حدا وتكون له جنازة بدون ما حدا
يشترك أو يعلم ذلك. يعني نحن ديمقراطية، هذه الأشياء كمان حتى كمان المصابين، عدد المصابين منشور عندنا في الجرائد وفي الناطق بلسان المستشفى، في كل مستشفى في إسرائيل يقولوا بالضبط كم مصابين إسرائيليين، وهناك عدد مصابين كثيرين الذي قد تصاوبوا. فقط فيما تبقى من وقت أريد أن أسألك عن مسألة، أي تغيير تتوقع أن يحدث الآن في استراتيجية إسرائيل في التعامل مع الأمور في غزة بعد هذا القرار الأخير ووسط تصاعد الضغوط من الداخل والانقسامات سواء في الحكومة؟ وهناك استطلاع رأي لمعاريف يقول بأن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين للحراك الشعبي ضد الحكومة لإبرام صفقة مع حماس. الكل يريدون، ليس 75 100% من المواطنين وبما فيها أنا أريد إطلاق وإفراج عن المختطفين. هذا نقطة وآخر سطر. هذه واحد، ولكن اللوم ليس على حكومة إسرائيل. يعني نحن بنضغط على حكومتنا لأن ليس لنا إمكانية أخرى غير الحرب مع حماس أن نضغط عليها، ولكن الكل يريدون الإفراج عن المختطفين، ولكن الكل يريدون كمان أن يرجعوا ويسكنوا في بيوتهم بشكل آمن وسالم، وهذا لم يتم إلا بعد ما إسرائيل تقطع رؤوس الحي، تقطع المنظمات الإرهابية وتقطع عملها في قطاع غزة. غير هيك ليس لنا إمكانية أن نواصل حياتنا بكرامة وبحسن جوار. عندما ننتهي من هذه العناصر تريد إبادتنا، سوف نتكلم في معاهدة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. من عسقلان السيد كوبي لافي، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. كل الشكر لمن كانوا معنا في حوار اليوم عبر خدمة الزوم، خليل ومصطفى وآخرون كانوا معنا منذ البداية، ولكل الضيوف شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نقطة حوار. إلى اللقاء.